عشان ما يتحركش من غير هو الأهل من زيت الأنزوز من فوق الأجنحة. Human beings and public schools to the education more than they have a lot of them. We are not sure what they are. Invite people to join me. إذا بس ربط معك أنا بحاول أعملها لك مفتوحة عشان لو حد يكرر وألبس يا هتتكلم كده ولما خلص تلبس خطتين كده على خطتين. طبعا شكرا لك حبك. اتكلم على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي الاعزاء، اليوم سنتناول درسا في اللغه العربيه فرع البلاغه تحت عنوان المجاز المرسل. نحن نعلم أن الصور البيانية أو الصور الخيالية في البلاغة تنقسم إلى أربع أقسام. عندنا التشبيه والاستعارة، سواء استعارة مكنية أو استعارة تصريحية، ثم الكناية، ثم المجاز المرسل. اليوم سوف نتحدث عن المجاز المرسل، وحينما نعرف المجاز المرسل سنجد أنه كتعريف يتناول هو إحلال كلمة أو لفظ محل لفظ آخر مع وجود علاقة بين اللفظين. يعني حينما نقول نظرت لك بجفوني، فأنا لا أقصد الجفن ولكن أقصد العين، فهنا الكلمة جفوني وجيب منها، ولذلك درس اسمه مجاز. ومرسل أي هناك علاقة أرسلت بين الكلمتين، بين الكلمة التي أطلقناها اللي هي الجفون وبين الكلمة المرادة أو المقصودة وهي العيون. ولذلك سوف نتناول عدة مجازات بعدة علاقات لكي نفهم هذا الدرس أكثر. الذي سر جماله هو الإيجاز، يعني المقصود من هذا الدرس هو الإيجاز في اللغة العربية. فلو قلنا مثلا ما بين الجفن والعين سنجد أن هناك ما يسمى بالعلاقة الجزئية. نظرت لك بجفوني أي بعيوني، فالجفن ليس العين كلها ولكن جزء من العين، لأننا سوف نجد أن العين نجد أنها تحتوي على أشياء أخرى. سنجد منها القرنية وحدقة العين وإنسان العين والشبكية والمشيمة وغير ذلك والجفون وغير ذلك. فالجفن هو جزء من العين، والجفن كما يقولون باللغة المحلية أي رمش العين، فالرمش أو الجفن جزء من العين. فهذه العلاقة بين اللفظين علاقة جزئية ما بين الجفن والعين. وقلنا سر جمال المجاز هنا الإيجاز مع الدقة في اختيار أو في حسن اختيار العلاقة بين اللفظين. ونتناول نوعا آخر من المجازات وهو العلاقة العلاقة الكلية. حينما نقول قال تعالى على لسان سيدنا نوح وجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فسوف نجد هنا أن قوم نوح عليه السلام حينما لم يستجيبوا له ولم يستمعوا لدعوته إلى الله سبحانه وتعالى ولم يؤمنوا به، فسوف نجد
أنهم عبروا عن رفضهم للإيمان وطريق الله. فسيدنا نوح حينما دعا عليهم نادى عليهم وناداهم للحق، فما كان منهم إلا أن قالوا أو أطلق عليهم وجعلوا أصابعهم في آذانهم. الإنسان حينما يضع إصبعه في أذنه بالتأكيد سوف يثقب أذنه، ولكن المقصود جعلوا وضعوا أناملهم في آذانهم. فالأنامل جزء من الأصابع، لكن هنا نلاحظ أن احنا أطلقنا الأصابع اللي هي الكل وأردنا الجزء اللي هو الأنامل. فالعلاقة هنا بين اللفظين الأصابع والأنامل علاقة كلية. ونحن الملاحظ نفهم هذا الدرس من العلاقة من اللفظ اللي أطلقه نفسه في المثال معي. فهناك بس كما قلنا نظرت لك بجفوني أي عيوني، فالجفن هو اللي أطلق اللي هو الجزء وأراد العين الكل. هنا الأصابع أطلقت اللي هي الكل وأراد الأنامل اللي هي الجزء. وعلى هذا الأساس سوف نجد أن العلاقة بين اللفظين كما قلنا علاقة كلية. وأيضا سر جمال المجاز كما قلنا الإيجاز والدقة في حسن اختيار الدقة وحسن في وحسن اختيار العلاقة بين اللفظين. ولو قلنا أنا بنشرح لك صدرك، هنا سوف نجد علاقة أخرى جديدة ألا وهي العلاقة المحلية أو الكلية، أسف المكانية. العلاقة المحلية أو المكانية، العلاقة المحلية حيث أطلق الصدر اللي هو المحل أو المكان وأراضي القلب الذي هو بداخل الصدر. فالله سبحانه وتعالى يتوجه بالحديث إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا محمد لا تحزن على أفعال هؤلاء الكفار الذين ينفضون عنك. وحينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحزن كبشر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كان يخفف عنه، وهناك أشياء أخرى كثيرة خفف الله منها بها عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن هذه الآية فيها تخفيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا له ربه: ألم نشرح لك صدرك يا محمد، ألم نشرح لك صدرك. الانشراح هو السعادة والسرور، فلا تكون الصدر كجزء من الجسم عظام عظم، ولكن المقصود الانشراح والسعادة لما في داخل الصدر ألا وهو القلب. وعلى هذا الأساس أطلقت لنا الآيات الصدر، وأرادت الآية أن توضح لنا أن القلب هو المقصود وليس الصدر. فالعلاقة بين اللفظين الصدر والقلب هي علاقة محلية أو مكانية كما قلنا من قبل. وعلى هذا الأساس ستتعدد علاقات المجاز حسب المثال أو الجملة التي أطلقت أمامنا نحكم منها من خلالها على نوع المجاز. هناك أيضا علاقة يقال علاقة سببية، يعني المجاز يتناول سوف نتناول فيه علاقة أخرى جديدة ألا وهي العلاقة السببية. حينما نقول لوالدي أيادي كثيرة علي، معروف أن والدي له يد أو يدين، ولكن المقصود هذه أعضاء جسم الإنسان، يد يدين، ولكن المقصود لوالدي أيادي كثيرة علي أي النعم وأفضال الكثيرة علي. فالأب هو الذي يعلم، هو الذي يعالج، هو الذي يقوم بكل أعباء الأسرة وبخص الأبناء والزوجة. فحينما أقول لوالدي أياد كثيرة علي أي نعم وأفضل كثيرة علي. طب ما العلاقة إذن ما بين اللفظ الذي أطلق معنا في هذا المثال لوالدي أياد كثيرة علي اللي هو لفظ أيادي
والمقصود اللي هو اللعب الافضل. سوف نجد ان الايدي او اليد هي السبب في اللعب الافضل. يعني اليد تشتغل وتعمل ثم تنتج لنا او تخرج لنا لعبها. هي يد طبعا هتشتغل هتعمل، هياتي من وراء ذلك اموال، هذه الاموال سوف ننفقها في جلب اللعب والافضل علينا. اذا هنا علاقه سببيه. يعني ايضا لو قلنا ربنا سبحانه وتعالى يقول انزلنا من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء. هنا انزل من السماء ماء فاخرج به النبات. هنلاحظ ان السماء تمطر، المقصود بالماء وكما تقول الايه وانزلنا من السماء ماء، فالماء سبب في النبات. مقصود بالماء نبات سبب في النبات. وعلى هذا الاساس تعتبر علاقه سببيه. على عكس لو نظرنا الى الايه حينما تقول وانزلنا من السماء رزقا، الرزق مسبب عن المطر او الماء. فلاحظ ان الرزق ينتج عن طريق الماء ينزل على الارض، الارض البيته، فيحيي النبات، فالنبات يشرب ماء السماء ثم بعد ذلك ينمو ويكبر ويخرج لنا ثمرات وزروع وفواكه وخضروات وما شابه ذلك. فنجد ان بالتالي هذه الاشياء لو قمنا ببيعها والبعض يبيع ويشتري بالآخرون فسوف يحدث الرزق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وأنزلنا من السماء رزقا، فهو الرزق مسبب عن الماء أساسا أو سقوط المطر وهكذا. لو نظرنا إلى علاقة أخرى سوف نجد أن هناك ما يسمى بالعلاقة الحالية، علاقة حالية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا وتحيتهم يوم يلقونه سلام. الآية هنا أطلقت لنا لفظ سلام، والمقصود به السلام والمقصود به الجنة. السلام لا يكون إلا في الجنة. فهنا أطلق الحالة، حالة الإنسان في الجنة هتكون السلام إن شاء الله. والآية عندنا يعني بتأكد هذا الكلام، آية والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. فهذه الأشياء كلها، مرحلة السلام والأمان والطمأنينة، تحدث الإنسان في الجنة إن شاء الله. إذا الآية هنا أطلقت لي الحالة أو حالة المؤمنين في الجنة ألا هي والسلام والأمان، والمقصود الجنة نفسها، يعني قال الحال وقصد المكان اللي فيه السلام. وعلى هذا الأساس سوف نجد أن هناك أيضا هنا ما يسمى بالعلاقة السببية، إلا العلاقة العلاقة الحالية. هناك علاقات أخرى كثيرة متعددة في درس المجاز، سوف نكملها إن شاء الله أيضا، ثم نتناول مراجعة على بقية دروس البلاغة إن شاء الله تباعا. ولكن أختم بأننا ألخص ما قلته في أن المجاز المرسل هو إطلاق لفظ وإرادة لفظ آخر مع وجود علاقة بين اللفظين، ليست علاقة مشابهة ولكن علاقة قد تكون علاقة سببية، قد علاقة جزئية كما قلنا، علاقة يعني هي علاقة أخرى غير علاقة المشابهة، علاقة جزئية ممكن، علاقة كلية، قلنا علاقة سببية مسببية، علاقة محلية أو مكانية، علاقة حالية. ولاحظنا أو كما قلت في بداية الحصة سر جمال المجاز هذا وقيمته أنه يعطي لنا إيجاز، وهو قمة البلاغة. سر جمال المجاز الإيجاز مع الدقة في اختيار العلاقة بين اللفظين اللذين يحملان محل بعضهما الآخر. أختم بالتوجه لكم بالشكر، وأنا في انتظار رسائلكم واستفساراتكم والرد على
على قد يكون هناك أشياء غمضت عليكم أو أي استفسار، الأمر لو واضح وفق الله الجميع للوضوح والفهم. لو هناك أي استفسار حاولوا الاتصال به عن طريق الجروب، وإن شاء الله سوف نقوم بالرد عليكم. وشكرا لك جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز اقفل بس كده، اقفل انا سبتها الحمد لله. مسكينة خليفة على طول فين عليها ولا دوست بس مرتين بس يبقى كده قفلت. هو بس جهاز منك ايه دلوقتي قفلت. طب شكرا. شكرا. Thank you.